تحب تسأل دكتور براد عيد تقول له ايه؟ لو مكاننا هو هينتخب مين؟ ايه اللي ممكن تقدمه لمصر لو مسكت رئيس جمهورية؟ ليه حضرتك اخترت تأسس حزب الدستور في الوقت ده؟ سبب رجوع مصر تاني ليه؟ بعد الخراب وبعد المظاهرات والاحتجاجات وكل دوت ليه؟ هو سابنا ليه؟ هو فين؟ البلد دي محتاجة، كانت محتاجة ساعة الثورة ما قامت يتعمل مجلس قيادة الثورة يقف هو اللي يستلم البلد من مبارك. لو أحمد شفيق كسب وطلب منك تمسك الحكومة هيبقى رد فعلك إيه؟ هو ليه انسحب؟ يعني وساب البلد كده يعني، لأن هو ليه شعبيته، شعبيته كبيرة يعني على ما أظن يعني. إحنا عايزين نعرف توقيت عودتك للقاهرة دلوقتي هل مناسب؟ أنت كنت متأكد وحاسس إن هيحصل مشاكل في الانتخابات، عايز ترجع علشان تشوف الساحة فاضية ليك وتاخد المكان على طول لوحدك ولا في ايه بالظبط؟ واول سؤال هنطلع من الموقف اللي احنا فيه ازاي؟ هو ليه ما ترشحش؟ عاوز اعرف بس السبب ليه ما ترشحش، والسبب التاني هو هيترشح الانتخابات الجايه ولا لا؟ ايه ما تحملوا اوراق الدكتور برادعي للمرحله الجايه لمصر؟ هل حضرتك ما زلت مقتنع ان السلميه هي الحل في نظام ما بيفهمش غلات العنف؟ كيف ترى مستقبل مصر في ظل سيطره احزاب الاسلام السياسي على 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 مقاليد السلطه في مصر؟ يا دكتور برادعي فعلا احنا محتاجين نتفق، لان الوطن بقى في مرحله خطر جدا، والصراع على السلطه هيخلي في مشاكل كبيره جدا احنا مستشعرينها. السؤال هو طب ولو ما حصلش اتفاق، ايه الخطه اللي موجوده؟ في خطه بديله ولا لا؟ ولو ما حصلش اتفاق يا دكتور، معظم الاسئله دي حضرتك جاوبت عليها، عايز تجاوب على ايه من ده؟ انا وقفت قدام لو ما حصلش اتفاق يا دكتور. الاسئله كلها بتعكس قلق، تشاؤم، بتعكس عدم ثقه في النفس، ان كله منتظر حد هيحلله، سواء الدكتور برادعي او ان حد هيحلله مشاكل. وانا رد عليها هنحل مشاكلنا سوا كمجتمع كافراد، احنا نبتدي لكل واحد يقول انا هقدر اعمل ايه. ما تعودناش على العمل الجماعي يا دكتور، لابد نشتغل سوا ك90 مليون ونتسامح. اهم حاجه النهارده لميس نتسامح ونتعايش معا، وما فيش مؤامرات وما فيش خطه، وكل واحد يعيش مع التاني. محدش هيحل المشكلة لوحده إطلاقا. أنا رجعت عشان دي بلدي، ورجعت عشان أقدر أساعد، إنما لوحدي وارجع أقول هساعد، ساعدوني عشان أساعدكم. يساعدوك إزاي؟ يعني الناس بتسأل طب يا دكتور برادعي نعمل إيه؟ يعملوا النهاردة إذا اتفقنا على إن ده الحل اللي أنا بقول، دستور جيد، دستور ديمقراطي يضمن لي حقوق وحرياتي، رئيس هيجي سنة وبعد كده انتخابات رئاسية وبرلمانية، هيكون عندي حكومة إنقاذ وطني هتحللي من بكرة مشاكلي الاقتصادية والأمنية، وكل ملهاش صلة بالسياسة، ملهاش صلة بالكفاءة. عمل سياسي منظم، وده بقى دورهم كلهم، عمل سياسي منظم من خلال أحزاب، عمل سياسي النهاردة اتفتح الأحزاب، اضغط على المجلس العسكري، اضغط على الرئيس المنتخب، اضغط على البرلمان. مفيش حاجة لو دي هتتغير لو انت ضغطت. والنهارده كنا بننزل في الشارع عشان ما كانش عندنا القدره على الضغط السياسي عن طريق العمل المنظم، النهارده عندنا هذا الكلام يا لميس. في ظل ده، في ظل الطرح ده، احنا منتظرين ايه؟ منتظرين ردود واضحه من القوى السياسيه. بالظبط، يعني ادينا طرحت حل ويجوز في حلول اخرى، انما ده حلي للمخرج من هذا المأزق. منتظرين رد الاخوان، منتظرين رد الاحزاب المختلفه، منتظرين رد المجلس العسكري، واذا كله وافق يبقى انا في رايي حلينا 80% من المشكله. واذا كل وافق يقبل الدكتور محمد البرادعي ان يرأس حكومه الانقاذ الوطني؟ انا عارفه ان حضرتك بتقول مش عايز اخد مناصب، لكن ممكن اما نوصل لهناك يا لميس نقعد ونفكر حقيقه. يعني انا هعمل اي حاجه لبلدي، اعتقد ان انا هستعد بلدي من اي موقع، انما حضرتك وافقت في فتره من الفترات انك تاخد حكومه الانقاذ الوطني. صحيح. ممكن دكتور البرادعي يقبل حكومة الإنقاذ الوطني؟ لو قبلوا النهاردة أن يبقى الانتخابات سنة ورئيس لمدة سنة، بأي رئيس، شفيق أو مرسي، أيا كان هيبقى رئيس، وحكومة إنقاذ وطني تانية، دي ومعمول فعلا لجنة مظبوطة للدستور، في هذه الحالة هنبص. إنما مش هخش في حاجة يا لميس ضميري مش مستريح لها. يعني باختصار، أنا قبلت أقبل وزارة وكانت عملية انتحارية. أما كانت وأنا قلت للمشير الطنطاوي كده، قلت دي عملية انتحارية،
عرض عليك وقتها المشير؟ لا ما عرضش علي. انما قلت له دي عمليه انتحاريه. قال لي ليه؟ قلت له ان البلد بعد 3 ايام لو حصل انبوبه بوتاجاز مش موجوده هيقول لك رئيس وزراء مسؤول. انما انا كنت مستعد اقبل هذا زي ما قبلت اتشوه. ان دي كلها ما هياش، الواحد بيشتغل لبلده وانا مش في الاخر يعني. وهعمل اي حاجه من اي موقع داخل وخارج مصر وداخل وخارج الحكومه عشان بلدنا تطلع، لان لن اقبل ان البلد تقع، لن اقبل. رسائل سريعه الى هؤلاء المجلس العسكري. مجلس عسكري، اصبت واخطات وحميت الثوره واخطات في اداره المرحله، ساعدنا عشان ننتقل لمصر الجديده، لمصر القائمه على الحريه والديمقراطيه، وكتر خيرك. وكلنا اخطانا وكلنا اصبنا، سلم السلطه، سلمها تسليم سلس لرئيس لبرلمان مظبوط للجنه الدستور. الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين، انتوا جزء من الفصيل الوطني وساهمتوا في هذه الثوره، شاركوا ولا تغلبوا، وعرفوا ان المجتمع ده نسيج متشابك ولابد ان نقبل جميعا بعض ونعيش معا صرف النظر عن انتمائنا العقائدي. شباب الثوره، شباب الثوره، انتوا دي، انتوا المستقبل، ودي ثورتكم وهتنجحوا. انما وحدوا الصف واشتغلوا في عمل النهارده مع الميدان، اشتغلوا في عمل سياسي منظم. الاحزاب الموجوده دي لو انتوا تلميتوا بقيتوا 20 مليون هتبقوا زي الشلال، ما فيش حاجه هتقف قدامكم. الاقباط الخائفين بصراحه، الاقباط، انتوا اهلي، انتوا اهلي وما تخافوش. وطالما انا عايش، طالما انا عايش، انتوا بالنسبه لي اكتر من اهلي. حزب الكنبه اللي بيتفرج علينا، حزب الكنبه ما تبقاش حزب الكنبه، لازم تبتدي تقوم وتعمل شويه تمرينات، لان دي بلدك وبلدك في مصر الديمقراطيه، لازم تساعد، ما تنتظرش حد هيحل لك، انت جزء من الحل. الخاسرون في الانتخابات حمدين، ابو الفتوح، خالد علي، سيد عمرو موسى، دكتور العور. استمروا في المشاركه الوطنيه، الانتخابات دي جزء من المشاركه الوطنيه وليست اهم شيء. ممكن تشاركوا كلكم كفاءات وشاركوا بعملكم وبجديه في كل المستقبل بتاعنا ده، ما زالت محتاجين لكل عقل وكل راي في مصر النهارده. الفريق شفيق، الفريق شفيق، يعني انت مترشح في هذه الظروف، لابد كذلك ان تقبل نتيجه الصندوق، لابد ان تقبل نتيجه المحكمه. الدكتور محمد مرسي، نفس الوضع، انت يعني انت مرشح في انتخابات انا لست مشارك فيها، وانما اتمنى ايا كان اللي هينجح ان ينقل البلد. البلد اهم بكتير من شخص رئيس، وانا بقول لهذا لهؤلاء الاثنين، انتوا يجب ان تكونوا رؤساء لفتره انتقاليه، تنقلوا البلد من خلال سنه لمرحله جديده، لمصر الجديده اللي قايمه على دستور ديمقراطي حر، وقايمه على كفاءات، وقايمة على شباب بنسلموا السلطة. حان الوقت ان نسلم السلطة، احنا الناس الكبار اللي سابغين شعرنا او شعرنا ابيض نسلمه للشباب الصغير، والاثنين يقبلوا نتيجة الانتخابات. لابد ملهاش حل تاني، شاركت في عملية تقبل النتيجة. والمواطن المصري، المواطن المصري، احنا ظلمناك وبنستمر نظلمك، انما بإذن الله الثورة دي هتنجح وانت هتكون على فوق راسنا، لان انا بشتغل النهاردة وقاعد معاك يا لميس عشان الراجل عايش في العشوائية، مش عشان حاجة تانية. وماذا يقول الدكتور محمد البرادعي للدكتور محمد البرادعي؟ إن أنا زي أي واحد مصري أصبت وأخطأت، إنما أنا إنسان هحاول، وقوتي من قوة كل واحد معايا في مصر، وقوتي من أهلي في مصر التسعين مليون اللي بيشتغلوا معايا، وهستمر أشتغل معاهم إذا ما بقى في العمر بقية. ومن سقطت أقنعته يا دكتور؟ كتير، أدي إحنا بنشوفه بنلم أقنعة من الأرض. أقنعة كتيرة، كتير أوي، كتير. دكتور برادعي أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا أشكرك جدا يا لميس على هذا اللقاء. أنا استمتعت بهذا. الله يخليك. أشكرك شكرا جزيلا. إذن ده كان طرح الدكتور محمد البرادعي، رئيس مؤقت لمدة سنة، كتابة دستور يقوم على مبادئ الحريات والديمقراطية والدولة المدنية، وإعادة انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى بعد وضع الدستور. والكرة الآن في ملعب القوى السياسية والمجلس العسكري، هل سيقبل المتنافسان بذلك؟ هل حيقبل مجلس الشعب بده؟ هل حتقبل اللجنة التأسيسية بهذا الطرح؟ ده السؤال اللي هننتظر نسمع إجابته في الأيام القادمة. والسؤال الأهم للمتنافسين اللي قدمه الدكتور برادعي، أنت جاي أشتغلي إيه؟ أشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكرة، وهذه لميس الحديدي، تحييكم، تصبحوا على خير.